السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم مهدي كحلي. في هذا الفيديو سنقوم باستعراض بعض السماعات اللاسلكية من عدة ماركات. نبدأ بالأكثر شهرة هنا في الجزائر، ألا وهي الإيردوتس. إيردوتس تأتي بنسختين، نسخة العالمية إيردوتس والنسخة الصينية التي هي معنا إيردوتس. أنا شخصيا جربت، قمت بتجربة النسختين، نفس الأداء نفس الكواليتي، يعني نفسها، نعم. واحدة فقط موجهة للصين، واحدة موجهة للعالم كله. سنقوم بفتح العلبة. العلبة تحتوي على علبة الشحن، وهي عبارة عن بنك طاقة يشحن السماعات ثلاث مرات، والسماعات يعني سماعتين، السماعة الأولى والثانية. هاتي السماعتين عندها مقدرة أنه يكون عندها سماع متواصل للملف الصوتي لمدة 4 ساعات. أما باستعمال مختلف، يعني سماع صوتية أو مكالمات هاتفية ووضع خمول، يعني تصمد لغاية يوم كامل. هذه السماعة التحكم فيها يكون عن طريق الضغط، تسمعون الضغط، يعني تضغط مرة واحدة، يعني يكون وقف مؤقت للملف الصوتي، أو وضغط آخر يكون ضغط آخر تستأنف الملف الصوتي. كذلك يعني عندما تأتي المكالمة، يعني عندما تضغط يعني تستقبل المكالمة، ضغط آخر يعني ترفض المكالمة. يوجد أخرى، سماعة أخرى سنقوم باستعراضها، والتي هي كذلك من طرف شاومي، وهي علامة جديدة من شاومي، ألا وهي الهايلو. هذه هايلو هي علامة جديدة من شاومي، هي تشبه كثيرا الإيردوتس، لكن مع اختلاف طفيف. ها هي العلبة، ها هي علبة الشحن. سنقوم باستعراض هذه الهايلو، هاي العلبة. هذه العلبة عندها نفس، يعني نفس الكفاءة تاع الريدمي تاع الإيردوتس، لكن الاختلاف هنا يكون أنه هذه السماعة ليست بالضغط بل ديجيتال، باللمس. تصمد لأربع ساعات سمع متواصل بشكل مختلف يوم كامل، لكن الفرق هو الفرق الوحيد هو أن هذه الساعة تتحكم فيها عن طريق اللمس. الآن سنذهب لاستعراض النسخة البرو من هايلو. هذه هايلو شيتي 1 برو. هاي العلبة، العلبة تأتي بحجم أكبر، وهذا ما يعني أنه تشحن عدة مرات، أكثر من 3 مرات، لربما 5 مرات أو أكثر. تصميم السماعة يشبه كثيرا الجي تي 1، لكن هذه السماعة تسمع بها أكثر من 4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، على حسب مستوى الصوت. يعني هذه قد جربتها شخصيا، يعني عندها أداء يعني رهيب، يعني قوة السماع، كواليتي الصوت، يعني سماعات رائعة جدا جدا جدا. بنك طاقة كما أسلفنا الذكر أنه يشحن هذه السماعات لأكثر من 4 مرات أو 5 مرات، يعني مع وجود مؤشر لمستوى البطارية. هذا المؤشر لا يوجد في إيردوتس وجي تي 1. سنذهب الى الان الى سماعه اخرى،
وهي لعلامة أخرى والتي هي QCY، علامة منافسة لشاومي. نفتح العلبة، تقريبا نفس التصميم لكن بشكل مستطيل QCY. أنا فيما قبل كانت عندي QCY T3، هذه T5. T3 تشبه كثيرا الإيردوت، يعني منافسة المباشرة للإيردوت وتعمل بالضغط. هذه آخر إصدار من علامة QCY، تشبه كثيرا إيربوت لعلامة أبل، تعمل باللمس. مدة الساعة، مدة البطارية بسماع متواصل غاية 6 ساعات، يعني قوة ونقاوة الصوت شيء رهيب، يعني ما شاء الله. يعني هذه السماعات يعني أوصي بها أي إنسان يريد شيء يعني يجمع ما بين الكواليتي والسعر. تصميم جذاب، تعمل باللمس، إيقاف للصوت ومباشرة الصوت عن طريق الضغط مرتين، لأنها تعمل باللمس، وهذا شيء أعجبني. سنذهب إلى علامة أخرى والتي هي من شركة أواي. أنا شخصيا هذه الأواي، هذه السماعة من شركة أواي، يعني قمت يعني بتجربتها شخصيا. انظروا إلى التصميم الأنيق لهذه السماعة، يعني أنيقة حتى في الوضع، عندما تضعها في الأذن تحس بالراحة. أنا شخصيا نمت بها يعني، وما حسيتش باللي راهي في الأذن تاعي. هذه السماعة ليس عندها صوت مرتفع كإيردوتس وكيو سي واي، لكن عندها نقاوة الصوت، يعني الصوت عندها البيس، عندها عمر البطارية يعني تجاوز 6 ساعات. عندها شيء أعجبني كثيرا، أنه عندها صوت مدمج، يعني صوت مستقل عن 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 صوت الهاتف، يعني تستطيع زيادة صوت الهاتف. وهنا عندما تريد الإنقاص فقط، هي هذه السماعة تمشي باللمس ديجيتال. عندما تضغط مطولا على اليمنى تقوم بزيادة الصوت، على اليسرى تقوم بإنقاص الصوت، يعني عندها صوت التحكم بصوت مستقل عن الهاتف. ثانيا عندما ضغط لمسة واحدة تقوم بإيقاف صوتية أو استقبال المكالمة، إعادة الضغط إعادة اللمس تقوم باستئناف صوتية أو رفض المكالمة. هذه بنك الطاقة لأواي يشحن لاسلكيا، وهذا ما أعجبني كثيرا في هذا. كذلك عندما عندها كذلك مؤشر، هنا 4 ثقوب مؤشر لعمر البطارية، يعني بروفيشنال، يعني احترافية. وكذلك عندما تشحن السماعات، العلبة تريك أنه من دون أنه تفتح العلبة، هنا شفاف، هنا لاحظ الضوء، يعني بدون أنه تفتح العلبة ترى ما يدور داخل العلبة. يوجد سماعة أخرى من شركة بلوديو، عندها يعني الشكل تاعها يعني لربما لا يروق الكثير، يعني هي كبيرة في الأذن، تصميمها يعني بلوديو. هذه السماعة عندها، مع أنه الشكل تاعها لربما قد لا يعجب الكثيرين،
لكن عندها نقاوة صوت وجودة صوت رائعة، كذلك أنه عمل البطارية لغاية 7 ساعات بسماع متواصل، يعني شكل بشكل مختلف، يعني بالله ربما تصمد لغاية 2 يومين. وعندها خاصية أنه عندما تكون تسمع في صوتية ما، عندما تضع هاته فوق الطاولة أو في أي مكان، أوتوماتيكيا الصوتية يعني تذهب إلى البوز، يعني يكون وقف مؤقت. عندما تضعها في أذنك أوتوماتيكيا تعود تشغل صوتية. يعني هذه يعني شكلها غريب بعض الشيء، لكن يعني عندها أداء جيد وسعرها رخيص. يعني هذا كل شيء. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.